الإنسان يتكون من مجموعة من العناصر الترابية، وهذا الروح من عالم الذر يتركب على هذه المطية، مطية الجسد. الجسد يحمل الروح. الجسد لما يحمل الروح، أكو أشياء الله سبحانه وتعالى يزود الإنسان في الطريق، هاي الإنسان ما إلى حاجة فيها. مثلا الإنسان في بطن أمه ما يحتاج إلى عيون، ليش الله يعطي عيون؟ ما محتاج إلى العين. الله سبحانه وتعالى يزود الإنسان بيدين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ الله يعطي الإنسان لسان في بطن الأم، ما محتاج لهذا اللسان. يعطيه عينين ما محتاج لهم، يعطيه يدين ما محتاج لهم، يعطيه رجلين ما محتاج لهم. وين يحتاجهم؟ هاي مقدمات. يحتاجهم إلى عالم ما بعد هذا العالم، لأن أنت في المسير جاي من عالم الذر إلى عالم الدنيا. في مسير المحطة الأولى إلى المحطة الثانية راح تحتاج إلى أشياء. الله زودكم بالرجلين واليدين والعينين واللسان وهاي الأعضاء والجوارح. تعرفون طعام الإنسان في رحم الأم عن طريق الحبل السري، ما يحتاج الإنسان حتى إلى الفم يحتاج. هذه كلها الله يعطيها للإنسان بفضله ومنه. ألم نخلقكم من ماء مهين. هذا الإنسان يجي إلى الدنيا ومزود بهاي الوسائل. هل وصل إلى الدنيا؟ لما يجي إلى الدنيا شوية التعب أكثر يصير. يقال له يا ابن آدم أنت في الدنيا راح تعيش مدة من الزمن إلى قدر معلوم. مدة من الزمن، إذا شايفين على بعض المقابر كاتبين هذا قبر فلان بنت فلان، تاريخ الولادة كذا، تاريخ الوفاة كذا، يعني مدة من الزمنية، مدة مقطوعة من الزمان أنت كنت فيه. الآن ما إحنا في هذه المدة، الآن إحنا في هذه المدة إن شاء الله تاريخ الوفاة بعيد عنكم إن شاء الله، وإن كان الموت حقا. في هذه المدة الزمنية الإنسان يستفيد مما زوده الله. إذا الآن تشوفون أنتم بحاجة إلى اليدين، يعني إذا الله سبحانه وتعالى كان ينقص منكم في بطن الأم بمقدار رأس إصبع، الآن كنت ناقصة. الآن إذا امرأة تريد تخطب لولدها، إذا كانت البنت إصبعيا مثلا ما عندها ما يخطبوها، يقول لا هاي ناقصة، أنا أريد تكون بنية سالمة مثلا. إذن هذه الكمالات الجسدية الله سبحانه وتعالى زود بها الإنسان في عالم المسير إلى الدنيا وهو عالم الأرحام. الآن نشوف حقيقة أننا نحتاج إلى العينين، حقيقة نحتاج إلى اللسان، حقيقة نحتاج إلى اليدين والرجلين. وإذا ما كانت المآسي إلا حقيقة البلاوي عندنا. زين، الله جاب لكم كاملات كاملين في هذه الدنيا. هاي المدة الزمنية الله يقول أكو وراكم عالم آخر. للعالم الآخر بعد أنا ما أعطيكم الوسائل، لعالم الدنيا أنا أعطيتكم الوسائل. ألم نجعل له عينين، جعل لنا عينين ولسانا وشفتين. ولكن لعالم البرزخ الله يقول أنتوا نفسكم وتزودوا، شنو معكم الزاد؟ زادكم من عالم البرزخ إلى الدنيا هاي الأعضاء والجوارح، زادكم من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ انتوا شيلوا وياه وتزودوا. تزودوا شنو نزود يا الله؟ فإن تأكيد خير الزاد التقوى.
الآن شيلوا معاك. طريقكم جدا بعيد، جدا بعيد. البارحة ذكرت للأخوات هاي أبحاث علمية، الإنسان لما كان في رحم الأم كان يتصبر بعد الله ما خالق أوسع من هذا المكان، مكان مرتاح، طعامه يوصل، نايم قاعد يسبح في مياه خاصة، مرتاح، قرار مكين. جابوه إلى الدنيا، يجي إلى الدنيا يشوف الدنيا بوسعتها قليلة عليه. حقيقة إذا الآن إنسان منع من السفر، هاي الدولة بعظمتها تجول بها يا بشر، يقول قليل علي، أريد السفر أكثر. وإذا انفتح طريق الفضاء ناس يردون يروحون إلى سفر الفضاء. الكرة الأرضية صغيرة عندهم، عالم البرزخ أكبر من عالم الدنيا بمقدار ما عالم الدنيا أكبر من رحم الأم. ما تستوعبون القضية لو لا أخواتي المؤمنات، بحث شيقها. بمقدار ما عالم الرحم صغير مقابل هاي الدنيا العظيمة العظيمة العظيمة، عالم البرزخ مليارات المرات أكبر من هذه الدنيا. زين، الإنسان الذي فيه بطن الأم له يدان سالمتان، شايل ويا الزاد هنا مرتاح، يمشي هنا كل شيء تسالم، والإنسان المعوق هناك هنا معوق. الذي حمل الزاد معاه من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ هناك مرتاح، والمعوق ذاك الذي عنده نقص في الصلاة، في الصوم، في الخمس، في الحج، في العبادات، في الغسل، في الوضوء. هذا الإنسان الذي هنا عنده نقص ما أكمل الزاد، هناك شنو؟ ما عنده. ولذلك هاي أبيات كاتبها الشاعر المعروف الإيراني سعدي الشيرازي، على قبرهم كاتبين، إذا رحتوا إلى شيراز روحوا شوفوا في كتابهم مكتوب. يقول: قد نهض القوم، ما لك في الخيمة مستلقية؟ قد نهض القوم وشد الرحال. بعض الناس قاعدين بالخيمة في خيمة الدنيا. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: أين السلف الماضون؟ وين هم أجدادكم، جداتكم، آبائكم، أمهاتكم؟ أين السلف الماضون والأهلون والأقربون؟ كثير من أقاربكم أنا تحت التراب، ربما كانوا أقل عمرا منكم، ربما كانوا أعلم منكم، كانوا أثرى منكم. أين السلف الماضون والأهلون والأقربون والأنبياء والمرسلون والأولون والآخرون؟ طحنتهم والله المنون، المنون يعني الموت، وفقدتهم العيون. الآن شوفوهم، لا، طحنتهم والله المنون وفقدتهم العيون. بعد: وتوالت عليهم السنون. راح بعد: وإنا إليهم صائرون. فإنا لله وإنا إليه راجع. لازم إحنا منهم، هاي قافلة تنتظرنا إلا. فهم في منازل البلوى همود، وفي عساكر الموتى خمود، ينتظرون صيحة القيامة. لا، في عالم البرزخ اللي إحنا رايحين لهم إلى المحطة الثالثة. ما لك في الخيمة مستلقيا؟ كم باقي من أعمالنا حتى نريد نقضي هالمقدار؟ الإمام زين العابدين يقول: فتداركوا ما بقي من أعمالك بصالح الأعمال. شوية املأوا وياكم، شوية شدوا. إلى متى نروح إلى الكازينوهات وإلى المطاعم وإلى المراقص وإلى الملاهي؟ إلى متى؟
كم باقي من أعمارنا؟ املؤوها بالتقوى، تزودوا، ربكم يقول تزودوا. قد نهض القوم، رحم الله الماضين، وشدوا الرحال، شعلوا معاهم الزاد. ما لك تعصي ومنادي القبول من قبل الحق ينادي تعال تعال. هنيئا لكم إلى مجالس الحسين، مجالس التقوى. شجعوا أخواتكم المؤمنات بمقدار الإمكان، خلي يجون أكثر إلى هذه المجالس. ثم يقول: قد وعر المسلك يا ذا الفتى. طريق وعر أمامنا، طريق صعب أمامنا حقيقة. إذا واحد من الأخوات عندها شغلة في فلان، دائرة في بيروت، قرار الصبح تروح الظهر ترجع، زوجي يقول أنا أوصلك، تقول ما يخالف بس تشيل وياها شوية مي. ليش؟ أخاف أعطش بالطريق منا إلى بيروت ساعة، ممكن أعطش. إذا قالوا شغلتكم تعطل إلى 4 العصر، تشيل معاها شوية خبز، شوية طعام، حتى ناكل طعام شوية، راح نجوع. سفرة يوم، السفرة التي طولها، أخواتي اللي رايحين إلى أمريكا شايفين في أمريكا أكو متحف، المتحف الطبيعي في واشنطن، حاطين هناك جماجم لبشر، جمجمة إنسان عظمة، كاتب: هذه جمجمة إنسان كان يمشي على الأرض 13 مليون سنة قبل. تفهمون شو؟ من ميلاد السيد المسيح إلى الآن 2000 سنة. إنسان كان يمشي على الأرض 13 ألف سنة قبل، مات. وين الآن؟ في عالم البرزخ. إحنا كم راح يكون بقاءنا في عالم البرزخ؟ ما أدري، ممكن 20 مليون، ممكن 40 مليون، ممكن 100 مليون سنة إحنا في عالم البرزخ. قلنا عمر البرزخ لا يقاس بعمر الدنيا، كما أن عمر الدنيا لا يقاس بعمر رحم الأم. زين، هناك الإنسان يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الشراب، يحتاج إلى شنو طعامكم هناك؟ الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة.